مرحبا وسهلا، الله يمسيكم بالخير. كنت قاعد اشوف برنامج من الصفر حق مسيره حياه الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله عليه ومواقفه في جنوب افريقيا والدول النائيه وغيرها. فبعد ما بحثت عن الدكتور اكثر شدني موقف في التسعينات صار له، اضطر انه يشرب من مويه اللي تعلق في كفرات السيارات في اي بقعه ماء يمرون فيها في الطريق بسبب العطش، ما في ماء. هذا الكلام في التسعينات وليس الان. ما هذا بالتسعينات، الان في الوقت اللي قاعد اتكلم فيها حين في نزاع قاعد يصير، كانوا يعتقدون انه بيصير في المستقبل، لا هو نزاع سياسي ولا هو نزاع على نووي، شيء يسمونه كارثه الكوارث. حد اجمل واروع مدن العالم هي كيب تاون في جنوب افريقيا، واللي راح كيب تاون يعرف اني انا ما بالغ. قاعدين ينتظرون كارثه بتصير لهم خلال الايام المقبله، مو خلال الشهور ولا خلال السنين، لا ايام. كارثه سموها بيوم الصفر، يوم انقطاع الماي بشكل نهائي عن كيب تاون. متخيلين مدينه بهالضخامه ما في ماي، نمور ولا قطره، بح. اللي قاعدين نتكلم فيه الان هذا هو الحد الأقصى والمسموح استخدامه من كل عائلة في كيب تاون، هذا حدك اليومي، هالفراش هذولا 20 لتر. شوف هذا المنظر يا جماعة، هذا مو إرهابي، هذا مو داخل ملكية أحد، هذا ما يبي يتهاوش بس، هذا داخل يعبي مويه، شوفوا كيف يقبضون عليه، هذا مو فيلم بوليسي ولا رواية فوليود ولا غيره، الناس عطاشة، الناس مو لاقين ماي، داخل بقراشة يبي يعبي له هو والعائلته، قبضوا عليه. شفتوا هذا ولا شيء؟ الناس تتذابح بالمعنى الحرفي، تتذابح في كيب تاون عشان الماء. CNN سوى التقرير عبارة عن صف على العالم، قال اسمع المدينة اللي جاية هالدور بعد كيب تاون هي ساو باولو بالبرازيل، وبعد ساو باولو قال لك لوس أنجلوس، الله يبي ضخامتها ورونقها جاية هالدور. المركز الخامس تدرون وشو؟ القاهرة. مساء الفل يا باشا، وجلال الله العظيم إن حنا بجينا الدور لو ما عرفنا وقدرنا قيمة هالنعمة والثروة اللي هي عندنا بكثرة الآن، نعمة الماء. شيء عملي نشوفه يوميا في حمامات المسجد، حماماتنا، غيره. السطل هذا خلنا نقول انه 5 لتر، القطره هذه اللي انت قاعد تشوفها بتعبي السطل هذا خلال نص ساعه بس. تخيل هالسطل هذا يتعبى كل نص ساعه على مدار سنه، لا تشوفها قطره الان، شوفها بالمجموع السنوي او المجموع الشهري. القدر الحقيقي اللي يكلفنا ضياع هالنعمه تقدر توقفه باصبع واحد، ترى يبدا من هنا من هالقطرات الصغيره. حاجه تخل صلحها. متخيل ان فنادق الخمس نجوم في كيب تاون اللي انت دافع فيها فلوس يفترض انك تكون فيها مخدوم يعطونك مهله دقيقتين شاور تروش فيها، ساعه رمليه تلف مجرد ما تنتهي دقيقتين توقف عنك المويه. عندنا جهه قاعده تبذل جهد غير عادي، وزاره المياه والزراعه عندنا تقول لك تعال ارفع السماعه، تليفوني مجاني، ابوفر لك خطط متكامله، سبل للترشيد، ابعطيك الادوات المناسبه اللي بالفعل تساعدك في ترشيد المويه في بيتك، في الطبخ، في الغسيل، في زق الزرع، في وات ايفر. بيجي الوقت اللي بالفعل تفتح المرش ما تلقى شيء اذا ما ناخذ الموضوع هذا بجد.